مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم في الجمعة في مصر 21/6/2019. طبعا مفيش صوت يعلو النهاردة على صوت بطولة الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها مصر حاليا على أرضها، واللي هينطلق ماتش افتتاحها بإذن الله بعد ساعات قليلة لما يلتقي منتخبنا المصري الوطني مع منتخب زيمبابوي. وزي ما احنا عودناكم في الأحداث الاستثنائية المختلفة، احنا كمان بنكون مختلفين في الجمعة في مصر. يعني النهاردة هنقدم لحضراتكم وجبة كروية مختلفة وفقرات متنوعة طول الحلقة، وهيكون كمان في مفاجآت يا رب تعجب حضراتكم إن شاء الله، وهنستنى مشاركات حضراتكم خلال الحلقة. وده طبعا علشان بطولة العالم كله الحقيقة بيتابعها حاليا مش بس أفريقيا.